بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حلقه من حلقات التعليميه لمجموعه الرعايه المركزه في مستشفى جامعه في مستشفى عين شمس التخصصي. انا الدكتوره ميرفت ابو المعاطي، استاذ امراض القلب بكليه طب جامعه عين شمس، واتشرف بوجودي برئاسه هذه المجموعه. النهارده هنتكلم عن CRT. What does a cardiologist need to know؟ يعني الهدف من هذه المحاضره ان احنا نقول يا ترى الكارديولوجيست لما يشوف عيان محتاج او مش محتاج او هيشوفه هو جاي له مركب هيعمل ايه. عشان طبعا تبسيطا للامور هنقول ايه هو CRT. احنا عارفين البيس ميكر، الديوال تشامبر بيس ميكر، زي ما احنا شايفين كده عباره عن اتريال ليد وفنتريكولار ليد. CRT عباره عن بيس ميكر بسلكه ثالثه، يعني اتريال ليد زي ما احنا شايفين، رايت فنتريكولار ليد، وكورونري ساينس ليد. الكورونري ساينس ليد اللي هو الفرع الثالث ده اللي هو بيدخل من الاوسيوم اوف ذا كورونري ساينس، وده موجوده في اللو سيبت رايت اتريم، في الرايت اتريم. والكورونري ساينس بتمشي في الليفت اي في جروف، وبيبقى فيها برانشات. البرانشات دي اللي احنا بنستعملها تو بيس ذا ليفت فنتريكل، يعني احنا ما عندناش دايركت بيسنج ليفت فنتريكل، احنا بنعمل ايبيكارديال بيسنج للليفت فنتريكل. هي دي كل الفكره في القصه. قد يكون CRTP يعني بيسنج اونلي، يعني بيس ميكر بس، او يكون ICD. طب ايه الفرق بين CRTP وCRTD؟ هو الرايت فنتريكولار ديفيبريليتور ليد، يعني الليد اللي موجود في الرايت فنتريكل بيبقى شوك ليد بيتوصل بالبطاريه، والبطاريه بتبقى فيها قدرات او كفاءات الديفيبريليتور. هي دي الفروق اللي احنا عايزين نعرفها. مين العيان اللي هيستفاد من السي ار تي دي؟ جت دي رجع دي مرجوعها الى وجود الليفت باندل برانش بلوك، والاكتيفيشن الليت اكتيفيشن اوف ذا ليفت فنتريكل بعد الرايت فنتريكل، فبيعمل ما يسمى بالدي سينكروني، يعني الرايت فنتريكل مع الكونتراكشن بيتحرك في اتجاه، والليفت فنتريكل مع السيبتم بيتحرك في اتجاه اخر. وطبعا بتوع الايكو فاهمين كويس اللي هي بارادوكسال سيبتال موشن، فبالتالي الايفكتيف كونتراكشن ما بيجيش مع بعض. من هنا بقى ده الليفت فنتريكل دي سينكروني. طب ريسينكرونايزيشن اللي احنا بنتكلم عنه، لان الثيرابي ده اسمه ريسينكرونايزيشن ثيرابي، يعني ايه بالعقل كده؟ ان انا هعمل تايمينج للكونتراكشن بتاع الليفت فنتريكل ان يجي في وقت مناسب مع الرايت فنتريكل يقوم يكونتراكت از وان يونت، يعني هو بنفس ضعفه لكن هغير اتجاه القوه. زي كده ما نجيب مكان مقفول ونفتح الباب ده، ونفتح الباب ده عمر ما الهواء هيضغط جواه، لكن لو انا قفلت الباب ده وقفلت الباب ده من الناحيه الثانيه الهواء اللي جوه التشامبر هيضغط، مع ان هو نفس قوه الباب. فهي اذا هي عمليه تنظيميه للكونتراكشن ما بين الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل. وسببها ايه؟ وجود الديلي اوف اكتيفيشن اللي بيوصل الليفت فنتريكل نتيجه وجود الليفت باندل. دي فكره بسيطه جدا وتم تطبيقها عمليا واثبتت كفاءتها. طيب الكارديولوجيست ايه هي الحاجات الكارديولوجيست اللي مفروض يعرفها لهذا المريض؟ اول حاجه وين تو امبلانت السي ار تي سواء بي او، يبقى الانديكيشن لازم تكون الكارديولوجيست مذاكرها على ترتيب صوابعه وحافظها. How is it done؟ ان اول حاجه العيان يقول لك ايه ده، هيفتحوا صدري، هيدوني بند كلي، اول كلمه هتسمعها من العيان. طبعا لازم الدكتور يبقى فاهم التكنيك ويشرحه له عشان يسهل على الدكتور اللي هيركبه له. How to follow up my CRT patient؟ في دكاتره اول ما يجي له عيان انا مركب منظم، لا 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 لا, لا. انت مالكش مصلحه معايا، لا. He is your patient. You have to follow him. طيب انت لازم يبقى عندك خطه في دماغك. انا عندي عيان بيقول لي يا دكتور انا مش ممكن استغنى عنك، انا مش هروح للدكتور يركب لي، انت الدكتور بتاعي. ما تستصعبش الامر. اول حاجه لازم تتاكد ان من السي ار تي از ات وركينج، يعني ممكن حطه كل حاجه ومش شغال. انا قفلت كده، انت وقفت بنعمل بوز ازاي؟ ايه ما خلاص هي كده بس كده واقفه من غير هو الصوت، يعني
لا بس يلا بسرعة. يوه كده مش كده ما جاتش. Would you like to لا 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 بلاش 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 كان ويقول كان على كده مش طالع الصوت على قلب ماشي بس كده هيبقى فيه جاب. لا انا مش عايزه بس كده احنا وقفنا الكلام مش مظبوط قوي بحس ان انا عايزه اكمل. جالك العيان is it working properly how can I make it work better يعني انت اتاكدت الاول انه شغال. نمره 2 ازاي اخلي السي ار تي شغال اكتر واحسن وافضل. تمام. وبعدين is the CS lead functioning يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك بيس ميكر في رايت اتريم في رايت فنتكل في كورونري ساينس ليد. لازم يكون من الاي سي جي قدامك انت تقدر ككارديولوجيست تقراه وتوجه العيان، لان انت العيان مش معقول كل شويه هتبعته فور سي ار تي فولو اب. يعني طبعا هو بيبقى له في السنه 3 أو 4 مرات لكن انت بتشوفه كل شهر. هي از يور بيشنت، هو هارت فيلير بيشنت، مش معقول هتقول له مالكش مصلحه معايا، ما ينفعش. يبقى اول حاجه از ذا كورونري ساينس ليد فانكشنينج. وبعدين هل ال في ليد شغال والار في مع بعض ولا ال في لوحده والار في مش شغال؟ ذيس از ذا كيس. وبعدين انت العيان معاك عايش معاك، ما تفتكرش ان البطاريه السي ار تي بي دي هتعيش زي بطاريات بتاعه زمان الفي في اي والديوال شامبر 8 سنين و10 سنين. لا، لانه 100% باي في بيس وده هدفك. فاذا اول ما حطينا البطاريات القديمه كان 4 سنين وبنغير البطاريه. ما جيش العين يقول لك انا رحت في الفولو اب وقالوا لي 4 سنين، تقول يا نهار ابيض ايه ده ما كملتش معاك 10 سنين. لا، لان هي مش معقوله كده. دلوقتي في الوقت الحالي التكنولوجي اتحسن فبقى ممكن البطاريه تعيش 6 سنين، يعني بكتير قوي 6 سنين، ما اعتقدش 8 سنين، لسه ما شفتش عيان عاشت معاه سي ار تي بي الثمان سنين. ثالث نقطة مهمة ان العيان بتاع الهارت فيليير ما يفتكرش انا حطيت الجهاز مش هاخد دواء، ده قبل ما يجي يركب وانت تقول له بص يا حاج محمد احنا هنوديك تركب جهاز يساعد عضلة القلب على الانقباض اسمه جهاز ثلاثي لعلاج هبوط عضلة القلب منظم ثلاثي الحجرات، بس الدواء مش هيقف. لان كومن ميستيك للعيان يقول لك ايه انا هركب جهاز بقى وهوقف الدواء. لا، ممكن يحصل موديفيكيشن في الميديكيشن، يعني ممكن الجهاز يحسن له لدرجه انك تستطيع انك تنزل ادويه. كمان هنشوف ان العيان قبل ما يروح يركب لازم على اوبتيمال ميديكال ثيرابي او بيسموها او بي تي اوبتيمال ثيرابي. تمام. العيان الهارت فيلير بيتعرض لاريثمس كتيره اشهرها اترا فيبريليشن ثم فنتريكولار تاكيكارديا. لما يجي لك العيان يقول لك انا كنت كويس جدا وبقالي سنه ما وبطلع وبروح ونزلت الشغل ورحت عمره كل حاجه، لكن الايام دي انا تعبان قوي، انا رجعت لورا كاني الجهاز مش موجود. لازم تتاكد من النقاط دي، زائد تتوقع ان يكون حصلت تاكي اريثميا هي اللي وقفته واشهرها الاتر فيبريليشن. في الحالات دي يا اما اي سي جي يا اما يكون حاجه انترميتنت بتحصل له، يبقى لازم تعمل له هولتر مونيتورنج. داز هي هاف انذر بريسيبتيتنج فاكتور؟ ما ننساش ان العيان ده ممكن يكون اسكيميك كارديوميوبثي مركب سي ار تي او هارت فيلير وعنده رينال امبيرمنت. يبقى الكوموربيديتيز لازم انت ما تنساش دورك كارديولوجيست ومريض. الجهاز ده وسيله لتحسين اداء العضله. Should we leave him to die in peace? Is it the end of the story? Sometimes yes. يعني تقول له خلاص، حتى لو كان CRTD وفي بلاد برة ساعات بياخدوا consent من الأهل ومن وفي مرضى بيطلبوا اقفلي الجهاز. I've seen this in Egypt أنا مرة، عيان كان مركب ICD for arrhythmogenic right ventricular dysplasia وكان عنده VT storm شوكس 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 لدرجة أخوه كان هو بيبكي، قال لي
اطفيله الجهاز. لا انا ما طفيتش الجهاز. قلت له احنا هنديله فرصه فور 3 دي مابينج اند ابليشن قبل ما نفكر في قفل الجهاز. والحمد لله كان له عمر في ذلك. وفريق العمل عندنا الدكتور رانيا والدكتور جون كنت معاهم كونا له الفي تي والعيان ستيل ليفنج وغيرنا له اي سي دي لان اوريدي كانت فضيت البطاريه من كتر ريبيتد شوتس. هنستعرض مع بعض حالات من الواقع من الحياه فعلا. هنشوف كده في كارديولوجيست عمل معاها ازاي. فانا بعد اذنك هيبقى في اسئله. This is the first case. 55 year old woman was admitted to the hospital with dyspnea at rest near class 4. She had a history of long standing poorly controlled diabetes and hypertension. كان جالها 2 STEMI 3 and 5 years before. Her echo showed ejection fraction 30%. She was admitted to the hospital and over the following 2 weeks her anti-failure medication were up titrated to maximal doses. وبعدين يبقى دي كل الكرايتيريا الكلينيكال كرايتيريا بتاعتنا. Despite receiving optimal medical therapy she is still dyspneic on climbing one flight of stairs يعنيها class 3. She has no other comorbidities. دي ست وفنيها class 4 وخلوا بالكم she her antifiller medication was up titrated للماكسيم. يعني ما اقدرش اجيب عيان الماكسيم بتاعنا ايه يا حسن؟ خد التريتمنت بتاع الهارت فيلير بيشمل حاجات تو ريليف سيمتوم ان فورم اوف دايريتك وحاجات تو برولونج لايف او امبروف سيرفايفل. لازم تشمل ايس وبيتا بلوكر ولو البيشنت نيها كلاس 3 تو 4 ياخد الدوستيرون او يعني الدوستيرون انتاجونست زي السبيرولاكتون او الابرينون. يعني الثلاث اساسيات ايس انهيبيتور بيتا بلوكر بيتا بلوكر والدوستيرون انتاجونست. كويس مذاكر. This is her ECG. نسأل الدكتورة آية. آية الصايغ نائب اسم القلب. يلا آية. الـ ECG شيء موري إيه؟ هو الـ ECG sinus tachycardia. هو الـ ECG showing complete left bundle branch block with sinus tachycardia. طيب. ده يكفيني؟ و left axis deviation. بس كده؟ بلس تشيش. ما هو complete left bundle يعني duration بتاعته around 150 ملي سكند. اوكي في حاجه تانية الريزم ساينس. في ايه تاني مع الريزم مع ساينس تاكيكارديا؟ لو انت قلت ساينس تاكيكارديا البي ار انترفال دي طويله كده مش كده؟ لان كل الحاجات دي بتهمني. طب الست دي ايه؟ كل واحد كده بالدور بالجونيورتي. What's your plan of management this case? Implant a single chamber pacemaker, implant dual chamber pacemaker, implant an ICD for primary prevention, implant CRTD. CRTD. ها قرب بس عشان لازم ده يسجل. Implant CRTD. طيب ليه بقى يا آية؟ لأن QRS complex. هنرجع لل QRS complex. This is left bund. أولا طبعا هي ischemic cardiomyopathy وعندها ejection fraction 30% وليفت باندل والليفت باندل يعني او كيو ار اس كومبلكس على ليفت باندل اكتر 120 ملي سكند. فدي تستوفي جميع ال كده. طيب الست اهي ركبنا لها ليف ركبنا لها سي ار تي دي. لو نشوف بقى ده الاكس ري بيكتشر الكابل ده كابل ايه يا حسن؟ كابل الاي سي جي بتاع اوضه الاسطره. طبعا عندها حاجه اتصلحت. دكتوره زينب عبد السلام استاذ الالف تبع مش عارف دي تشاهد كورونري انجيو بفوق. طبعا احنا قبل العيان ما بنركب له لابد ان احنا تو كوركت اني كوركت كوز من ناحيه الكورونريز من ناحيه. طبعا احنا كنا ذكرنا شو استنت او يعني ما احنا كان عندها 2 ستيمي وخدت الانترفنشن بتاع الفاسكولاريزيشن وات ايفر كان ايه. كان طبعا ما كانش سيرجن. هنا هنلاقي قدامنا دلوقتي ده جهاز الديفايس سي ار تي دي. ولو ناخد بالنا الليد اللي عليه كويل ده الشوك ليد اللي رايح الرايت فينتكل ده السوبيريور فينيكافا كويل. ناو ديز ما بقوش يحطوا كويل اتنين كويلز. ده كويل هنا وناخد بالنا الكويل التاني اهو وده التيب بتاعه او اللي مشاور عليه السهم الاحمر. ده بيس سنس ده التيب بتاع البيس سنس وده الرايت فينتريكولر كويل
وده الاس في سي كويل. نواديز التكنولوجي اتغيرت مبقوش يحطوا اس في سي كويل. ليه؟ عشان اما العيان نحتاج ننزع له السلوك ده بيبقى موست ديفيكالت بارت من الليد انه يطلع اللي هو الجزء ده. نتيجة الكويل بيحصل جروس اوف تيشوز جواه في حتة حساسة جدا اللي هي جانكشن اوف ذا سوبير فين كافا ورايت اتريم. ودي رسالة الدكتور حسن على الليد اكستراكشن. طيب ادي اول ليد شفناه. فين السهم؟ السهم الاسود ده على الرايت اتريم ليد، والسهم الاحمر الثاني ده على الكورونري ساينس ليد. طبعا الاكس راي ما بتشوفش فيها انت الحاجات دي، لكن لو عملتها هارد شوية ممكن تشوف. يبقى انت لما تطلب للعيان بعد ما ركب هات لي عم اكس راي، اسهل حاجه. طيب indication of for CRT in patients with heart failure and low ejection fraction in sinus rhythm، لان احنا عندنا تو كاتيجوري في بيشنت، السينس ريزم والاي اف، يبقى احنا مركزين مع السينس ريزم. اول حاجه CRT is recommended in chronic heart failure patients with ejection fraction اقل من 35% who remain symptomatic في كلاس مين 2 و3 وامبولاتوري 4. يعني ما ينفعش واحد كلاس 4 وقاعد عندك في سرير الرعايه وعلى دوبيوتامين ودوبيوتريكس ومش عارف ايه، وتقول يا دكتوره مرفت عايزين سي ار تي دي الحقيقه، مش هينفع. امبولاتوري يعني هو مثلا كان موجود بس قدر بقى ايه تو بي موفينج، بيتحرك، ساب الرعايه، رجع بيته، او ممكن جوه المستشفى بس ابتدى ايه يتشافى. ليه؟ لانه كده هاي موربيديتي وهاي مورتاليتي، مش اند ستيج. انت برضه مهما كان التامين الصحي في بلاد الفرنج بيسابورت الحاجات دي، لكن هم برضو عندهم من يسألهم انت بتعمل ايه فين، بتحط الريسورسز بتاعتنا فين. كويس، يبقى احنا قلنا كلاس نيا كلاس 2 3 وامبولاتي 4 ديسبايت ادكويت ميديكال تريتمنت هو هاف ايه ليفت باندل كي ار اس اكتر 120، ده انطبق على الست العينه بتاع الدكتوره ايه. طيب سي ار تي شود بي كونسيدر في نفس الكاتيجوري بالظبط، بس مش ليفت باندل، هم قسموه ليفت باندل ونون ليفت باندل. لما يكون الكي ار اس كومبلكس اكتر من كام؟ 150. يعني الليفت منطق في حد ذاتها دي يعني حاجة كويسة، لان ده هم قاسوا عليها ايه دي كلها جاية من الستادس مين هيستفيد. تمام، ولو الكيور اس كومبلكس ما بين 120 150 بنفيت از انسرت، ما تخليش العيانة واهل عيني يزقوك عليها، تقول لهم نسبة نجاح انه يستفاد من الجهاز اعلى، ليست مش 70%، ليست ب 70% اقل. طيب CRT in patients with chronic heart failure و QRS أقل 120 ملي سكند ما يجيش ناحيته. العيان ده يمكن يحتاج single chamber ICD for primary prevention، لكن مش يحتاج CRT D. مفهوم الـ في ساعات حتة زون كده الاثنين الجهازين بيدخلوا بعض فيهم في نفس العيان. فـ QRS complex هو المحك، sinusism هو المحك، لأن يعني في حاجات تانية كريتيريا تانية لو ما كانش sinusism. أوكي، ده الامبلانتيشن ببساطه. ان ايوه برافو عليك يا ايه، دي اول حاجه بنعملها ان احنا بندخل نحقن الكورونري ساينس ونشوف البرانشز اللي تستقبل الليدز اللي احنا بنحطها. ادي هنا دي الاوستيوم بتاع الكورونري ساينس ده في الرايت اتريوم، دي الاوستيوم بتاعنا، وده الاسطره طبعا داخله من الكتف من فوق، سوري هنرجع لها تاني الصوره، والحقنه بصبغه بتورينا ده البوستر لاترال برانش. ذس از ا فيري جود برانش من ناحيه السايز ومن ناحيه السايت، وده هيبقى هيجي لي للبوستر لاترال بورشن بتاع الليفت فينتريكل اللي هو هيستفاد من هذه العمليه. دي بقيه الكورونري ساينس، والكورونري ساينس بتنتهي فوق فين يا ده اهو، المفروض ان هي انتيرير بتنتهي هي جريت كارتال فين. ماشي بقى الليدز بقى بتتحط اهي في النهايه الشكل النهائي اللي انت ممكن تشوفه في اكس راي، او مثلا داخل تعمل عيان انجيو او داخل تعمل اي قصه. ده الرايت اتريال ليد اهو، ده سكرو ان ليد باي بولر ليد، وادي السكرو الحلزونه اللي خارجه منه اللي شابك، وادي الرايت فنتريكولر ليد، ده سي ار تي بي ولا دي ايه؟ سي ار تي بي. برافو، سي ار تي بي ايوه، مفيش كويل في الرايت فنتريكل. وبعدين ادي كورونري ساينس ليد اللي احنا شايفينه ده داخل من الرايت من كورونري ساينس في الرايت اتريوم جوه البادي اوف ذا كورونري ساينس، وداخل في البوستر لاتر برانش اللي انا لسه موريها لكم. سهله طبعا البروسيجر، بتتعمل بلوكال انستيزيا وهكذا. ده انذر كيس لما نفس القصه، ده ايه رايت اتريوم وده رايت فينت وده
كورونا سينس ليد. لازم العيان هيسالك ليه يا دكتور انا اروح اعمل عمليه دي وهموت ولا اجرى لي ايه؟ لازم تتكلم معاه البري اوبرتيف كومبليكيشن اوف سي ار تي امبلانتيشن، ودي مش كتيره لكن لازم نبقى عارفينها. اول حاجه فيلير تو امبلانت ليفت فنتريكولار ليد ممكن يحصل لك ما تعرفش تحطه، عشان كده احنا ايكونوميكالي يعني بنبتدي بيه، عشان لو ما حطيتوش ما حطوش، ما بقاش فتحت جرايت اتر ليد والرايت فنتريكولار ليد واقول للعيان هارد لك ويدفع ثمن الثلاثه ليدز. اول حاجه في التكنيك بنحط كورونري ساينس ليد مع وجود تو وايرز للتو ليدز ات ايزي يعني. ماشي، يبقى فيلير تو امبلانت بوكيت هيماتوما خاص يعني خاصه العيانين ممكن يكون على اسبرين وبلافكس او اورال انتيكو اجلاند، هيموثوركس نوموثوركس لان انت بتدخل في سابليفين فين. كورونري ساينس ديسكشن دي شفناها طبعا في الاول في اوائل الخبرات بتاعتنا لما كنا بالكانيوليت كورونري ساينس بقسطره عشريه رفيعه 5 فرنش، خاصة لما يكون عيان عنده فالف. الكورونري ساينس عندها تو فالفز، فالف عند الاوسيوم وفالف في ميدل اوف ذا كورونري ساينس، والفالف ده ممكن لو انت دخلت بغشومه شويه تعمل ديسكشن من عنده. فلما كنا بنستعمل قسطره رفيعه فكانت بتعمل ديسكشن. الديسكشن ده ممكن ان انت هتزرع في الليد في الفين قبل الديسكشن، او هتضطر تاجل العيان لحد ما الديسكشن تهيل وتعمله مره ثانيه. في حياتنا حصلت ان احنا يعني قدرنا نكمل او كده مره واحده يمكن شفنا حاله تامبونات من الكورونا ساينس ديسكشن. اذر كومبليكيشن طبعا مش هتشرح للعيان كل الكومبليكيشنز دي، بتقول لا طبعا دي عمليه ومش عارف ايه ربنا يستر وحاجات من دي. الفرينك نيرف ستيميليشن ليه؟ لان الفرينك نيرف نازل على الليفت فنتريكل وانت بتعمل ايبيكارديال بيسنج، ففي سايتس ممكن لو نزلت شويه او الفرينك نيرف اناتوم جنبك هتلاقي العيان بطنه بتفط، واحنا بنشتغل اندر لوكال انستيزيا فلان كده، فبتضطر ان انت تخرج من الفين ده او تعمل مانيبيوليشنز معينه عشان ما يحصلش كده. ما ينفعش العيان كله كده تلاقيه قاعد يتنطط قدام اهله، ذيس از فيري انوين، كان واحد عنده زغط الشركات بقى اخترعوا نوع من الليدز احنا شفناهم باي بولر كوادري بولر، يعني اربع اطراف جوه الليد عشان تعمل تبادل وتوافيق كده، عشان لما يجي لك العيان يقول لك ده في جهاز ب 30000 وفي جهاز ب 45000 بيقول له ده باربعه وده باثنين، في فرق لان التكنولوجي ليها ثمن، اللي هي الكوادري بولر ليد يخليك تحطه في اي حته من غير ما يعمل لك فرينك نيرف ستيميليشن. ممكن وانت داخل في عيان ليفت باندل وانت بتعمل مانيبيليشن في الرايت سايد ممكن تخش تخبط الرايت باندل، الرايت باندل دي فري فراجايل وتحت وسبكوتينيوس سب اندوكارديال يعني سوبرفيشال، ممكن تخبطها تدخل عيان في كومبليت هارت بلوك ان هو عنده ايه ليفت باندل وانت بتتحرك فين في الرايت سايد الرايت باندل. اللي في ديسلوجمنت طبعا دي من الكومبليكيشنز اللي انت المفروض انت ككارديولوجيست تكتشف ان الليد مش شغال، تاخد تعمل له اكس ري تلاقي الليد موجود فين في رايت اتر الكورونري ساينس ليد، واختيار الليد والامبلانتيشن هو ده التكنيك هو ده الحرفه. هو الكورونري ساينس ليد بيكون فيه في طرف وزي السكرو ان بتاع لا كورونري ساينس ليد ليها اشكال اس شيب مش عارف بكيرف عشان ايه تقدر انت تحطها جوه الفين بتاعك ما ينطش ما يفطش منه بالمالتي سلايس اللي كان معمول لعين قبلها، يعني قصدي التشويس بتاع شكل الكورونري ساينس ليد بيجي بان احنا بنعمل المالتي سلايس قبلها يعني نعرف شكل الكورونري ساينس ولا بتبقى ازاي؟ احنا الحقيقه ما عندناش ده في روتين ومش موجود في بلاد بره، لكن في المانيا في بعض السنترز بيحبوا ان هم يعملوا كورونري ساينس فينوغرافي من رجل العيان قبل الامبلانتيشن، نمره واحد يوفر تحضير ويوفر لان الامبلانتيشن ده هيتعمل في اوضه العمليات او اوضه في الاي بي اس مخصصه للامبلانتيشن مش في اوضه الاي بي اس العاديه، عشان طبعا الانفكشن كنترول اللي اهم حاجه بيشنت ده بيشنت كومبرومايز يعني هارت فيلير بيشنت مستعد على يتعرض قبل التعرض ان هو يجي له انفكشن بسهوله. فبالتالي في بعض السنترز ومش في الجايد لاينز ان انت تعمل للعيان تاخدش من رجله اليمين برايت امبل سهله جدا اي كارديولوجي ممكن يعملها وتخش تو مانيبيوليت كده لحد في الار اي او فيو والال اي او فيو لحد ما تشوف الاوستيم اوف ذا كورونري ساينس وتحقنها يصوروها يلاقوا الفينز محترمه وكويسه
خلاص تاني يوم بقى يركبوا العيان. ده بعض السنتس لكن it is not in the guidelines لأن إنك تعمل سي تي أنجيو ولا إن أنت تحقنها. تمام. طبعا رينا اكيد رينا الفيلير والنفروباثي من الصبغه اللي استخدمها ده لان العيان اوريدي بيجي لك الكرياتينين بتاعه 2 فلازم تبقى العيان اللي هتدخل تركب له تبقى واخد بالك منه جدا وانت ككارديولوجيست تقول له خلي بالك لازم تقول لهم الاي ان ار بتاعك كام والكرياتين بتاعك كام ولو طبعا تكلم الفيزيشن اللي هيعمل له او الليبتوفيزيولوجيست اللي هيعمل له امبلانتيشن لازم الحاجات دي يعني في الاخر البيشنت مش عايز يركب سي ار تي ويروح يكسر من كتر صبغه احنا نستعمل صبغه بس بنحاول نستعملها باقل ما يمكن لان العيان اوريدي كمان في ستريس بتاع البروسيدجر وممكن يبقى هايبوتنشن وبليدنج وهكذا. ديث دورينج امبلانتيشن الحمد لله ربنا حافظنا من هذا الالم. فولو اب اوف سي ار تي بيشنت خلاص حضرتك بعت العيان راكب ومن الاصول ان هو بيعود لمتابعته مع الكارديولوجيست الاصلي. اول حاجه هتشوفها ايه فيزيك يعني اشتغل بقى كارديولوجي physical examination symptom assessment نمره واحد لان انت الفانكشن كلاس بتاعك هو ده اللي هتشوف العيان استفاد ولا لا. اي سي جي every visit وممكن انت تكتشف حاجات ال improvement اللي بتحصل من سي ار تي ممكن تحصل immediately ممكن تبقى delayed 3 months وممكن تفضل موجوده ومره واحده يعني يقول لك ايه انا اتدهولت. فلازم انت تاخد بالك ان كل visit تعمله physical examination وكويس زي قاعدتك ثم ECG every visit mandatory. وهنقول ليه evaluating improvement in cardiac function دي طبعا اذا كان عندك ايكو او هتبعته يعمل ايكو كل 3 6 شهور ليه to document reverse structure remodeling improvement in left ventricular function indicating a positive response to CRT لان هيحصل ده لو هو عيان السليكشن مظبوط تركب صح هتلاقي فيه improvement في الفانكشن دي بالايكو. ودي شفناها انا شفت عيانين وصل الاجكشن فراكشن بتاعهم 48% وفي بعض العيانين وصل 50% بعد ما كان اقل من 35% ف this is reality ده مش كلام كتب ده حقيقي. اوبتمايزيشن اوف هارت فيلير ميديكال ثيرابي تتاكد ان العيان قبل ما يروح يركب كان اوبتيمال ميديكال ثيرابي زي مثلا قال وكذلك بعد التركيب الاستريس بتاع التركيب والموديفيكيشن بتاع تريتمنت والادوكيشن بتاع البيشنت انت ما تفتكرش ان انت ركبت جهاز قمت ايه هتوقف دواء. اي سي جي مونيتورنج سام تايمز العيان يقول لك انا ببقى كويس قوي بس اول ما ببتدي اجري او امشي او اطلع سلالم انا بتعب لكن غير طول ما انا يبقى في الحاله دي انت في حاجه بتحصل جورنج الاكسرسايز بتاع العيان ده بتوقف الجهاز او بتحصل له يقوم انت هتحتاج تعمل يا اما هولتر يا اما امبلانت باللوب ريكورد اللي هو بيقعد 3 سنين ودي عندنا منه ركبناه وسهل جدا واي واحد ممكن يركبه في نص ساعه بتفتح فتحه في الجلد هنا بتتاكد ان المكنه صغننه كده زي كده كمبيوتر شيب اللي بيجسسوا بيها الناس حته قد الصباع بالظبط في ميترونيك وفي سانجود بتفتح بلوكال انستيزيا وتعمل بوكت صغنن كده وتزرعه وتروح مخيطه الحته دي بتقيس بتقرا الاي سي جي كويس قوي وبتسجل وبتبرمجه وفي منهم يقدر يبعت لك على النت كل الاي سي جي بتاع العيان وفي منهم لازم يجي تجيب العيان وتقراها بالبروجرامر اتس نايس فيري نايس اي امبلانتد مني جدا اسمه موجوده في مصر معانا الدكتوره نيرين عكاشه في كمان اكسترنال لوب ريكوردر الاكسبنسز الشيب نفسها حوالي 24000 جنيه او في منهم ب 22 يعني في حدود حاجه 20 في ماركتين متوفرين في السوق سانجود وميديترون احنا ركبنا الاثنين ويقدر هو عند اي شعور ان هو في عنده حاجه نورمال بتشوفنا يا دكتور ميري يعني يقدر ان هو قرب في اي فيلينج نورمال ان هو يكلمك يقول لك انا دلوقتي عندي كذا وانت ترجعي يعني كان مونيتور بس من الكمبيوتر بتاعك مش كده دكتوره نريم بتسال هل ممكن ان العيان سيمتوم وايز هيجي يقول لي انا امبارح جت ضربات سريعه هو المكنه دي بتتبرمج اقل ريت مثلا عن 50 اكتر ريت عن 110 120 زائد ان العيان بيبقى معاه سمول ماشين صغنن كده زي التليفون بيدوس عليه بيسجل يعني هو هيسجل يعني يعمل ايفنت ريكورد اذا كان مثلا عنده حاجه وهي لا معديه 60 ولا معديه 110 لا اقل من 60 ولا معديه 110 اللي هي ايفنت يقوم هو يدوس عليها كده
في عندنا حكيمه ركبناها لها في التخصص هنا وراحت بنك وكان معاها في شنطتها فحست بالاعراض جت طلعت وسجلوا افتكروها هتفرقع نفسها جوه البنك ودوها الاسم واحنا جبنا الاسم. في حاجات تانية نون امبلانت اللي هي اكسترنال لوب ريكوردر دي زي سلسله بيلبسها العيان بتتوصل عليه بتو اي سي جي وفي دلوقتي مجرد ان هو يلبس زي الفيتافون وزي اللوب ريكوردر وهكذا. وفي مكنه الرياضيين بيستعملوها اسمها ريكا عباره عن جهاز صغنن كده والعيان يحط دي بس كده يسجل دي ب 3000 جنيه ممكن كل بني ادم يشيلها عنده في البيت تسجل اي سي جي اند فيري جود كواليتي بتسجل حوالي 30 ثانيه طول ما هو دايس سهله ب 3000 جنيه بس. اوكي يبقى احنا عرفنا هنعمل ايه. الكيس الثانيه من الليست جنريت دي انا بس هشرحها شويه عشان دي لازم اقولها. ده 65 year old male patient dilated cardiomyopathy. He has recurrent syncope, ejection fraction 28%, NIHA class 2, عنده intraventricular conduction delay والQRS complex احنا قسناه هنشوفه دلوقتي 150 وده ركبنا له CRTD. ادي هنا النو CRTD. البيزك اي سي جي بتاع العيان لابد انه يكون معاك في الريكورد بتاعته. ده دي الاي سي جي من اول واحد لحد في 6 ورا بعض اهو. هو هنا ما تقدرش تقول عليه ليفت باندل هنا ما تقدرش تقول عليه رايت باندل. يعني لما بتقيس اولا الكيو ار اس كومبلكس عشان تقيسه بتقيسه من اوله لاخره وتقيسه في اوسع حاجه انت شايفها وليكن مثلا هنا في في 3 يعني حسب ما قسناه كان 150 فقلنا هنركب له سي ار تي دي. بعد ما ركبنا سي ار تي دي ده المنظر بتاع الاي سي جي بتاعه. طب ايه الفرق بين ده والفرق بين ده؟ هنبص بقى انا حطهم جنب بعض عشان كده. ليد 1 بقى نيجاتيف صح؟ ابن عمه اي في ال نيجاتيف دي معناها ان انا بفيس النيكست فيرت من بعيد وليد 1 اللي بيقرا من هنا لهنا الاكتيفيشن بتاعه بعيد عنه. فاذا ليد 1 نيجاتيف اي في ال نيجاتيف دي شور ساينس ان هو ايه بيبيس. نيجي بقى على في 1. في 1 ممكن تلاقي فيها حاجات مختلفه يعني هنا في سمول ار اس والكومبلكس هنا لو قارنا الكومبلكس هنا بهنا this looks narrower than this relatively. هو بيبقى نيجاتيف في 1 واي في ال لو احنا بنبيس من الكورونري ساينس البوينت اوف كولابس ده هنا بقى جالك العيان انت عندك في الريكورد بتاعتك انا العيان ده عملته نموذج يعني جبته على البروجرامر وبقيت اقفل المكنه واجيب اس جي واعمل اللي هشوفها دلوقتي انا عملت ايه عشان اقدر ادرس عليها بدوكيومنتيشن. هنا بقى هاو كود اي نو اف ذا سي ار تي از وركينج ازاي اعرف ان هو شغال ولا مش شغال؟ اجيب الاس جي القديم بتاع العيان اللي هو في الريكورد بتاعتي واجيب الاي سي جي بتاع السي ار تي. لو ناخد بالنا اهو انا هنا ادي السي ار تي كان شغال انا وقفته بالبروجرامر هنا مش شغال. افرض ان العيان جالك بالمنظرين دول في نفس الريزن تبقى عارف ان في انترميتنت كابتشر يبقى في مشكله فلازم سيرفس اي سي جي بس اكس راي واي سي جي وبعد كده ايكو وبعد كده الهولتر اللوب ريكوردر الحاجات دي كلها. طيب السؤال الثاني لسه دكتوره ايه بتساله Is it LV pacing only؟ طب ما اناش عرفني ان هما الاثنين شغالين اعمل ايه؟ ابص بقى ناخد بالنا ان دول ان ده باي في pacing والال في شغال لان عندي نيجاتيف في 1 واي في ال. انا هنا وقفت الار في pacing وشغلت الال في شفت بقى ايه بقى ايه يا ايه الابنورمال فاندنج هنا حسن هيقولها وايد در كومبلكس هتلاقي هنا نيجاتيف صحيح في 1 ونكتب في اي في ال كويس ونلاقي بقى في 1 بقت ايه كلها ار رايت باندل ذيس از ال في بيسنج اونلي كويس. شفت مقارنه ال في بيسنج اونلي مع نو سي ار تي ده وايدر كومبلكس. اتفرج على الباي في لا احلى صح. العيان نفسه هو مقياس نفسه انت ما عليك اللي انت يبقى عندك ريكورد ليه وناخد بالنا ان الاس جيات بتبهت فلازم تتصور. الكيس الثالثه دكتور ياشا سوري
انت في عيادتك معكيش بروجرامر معكيش فني معكيش اي حد والعيان قدامك او جاي لك في الرعايه او جاي لك في الاستقبال انت المفروض تشوفي عندك رسم قلب قبل التركيب اهو عندك رسم قلب لما انت كنت كويس اهو وتروح عامله له رسم القلب الثالث وتقارني طيب لو انا اما جيت هنا بقى انا وقفت ال في بيسنج وخليته ار في بيسنج اونلي نبص بقى فاكرين ال في في اي بيس ميكر بتاعنا اهو المنظر اللي احنا حافظينه اللي هو ايه ليفت اكسس صح 2 و3 و اي في اف نيجاتيف ليفت باندل اهي وبصوا بقى مقارنه بيه بالباي في بيسنج مختلف الباي في هو محصله ال في مع الار في شفت الار في لوحده اهو ال في لوحده قرار حلوه يعني احنا الخلاصه المفروض نلاقي الكومبلكس بقى نروح والاقي ان في ال في بيسنج دكتور مصطفى النزهه يعني احنا عشان نعرف ان السي ار تي شغال كويس المفروض نلاقي الكومبلكس نارو وفي واحد وفي واي في ان نلاقي فيه نيجاتيف ويفز وفي 1 يبقى فيها ار يعني ممكن تبقى ار ار اس او ار يعني دي من ضمن الحاجات بس في ملحوظه ان ده بيعتمد على مكان الكورونري ساينس ليد في الفنتريك وعلى الكوندكشن بتاعه بس احنا بنقول في العام في الاغلب العام ممكن يعني ديورينج بروجرامينج احنا يعني ديورينج بروجرامينج احنا عشان تست الار في ليد بنوقف ال ال في وعشان تست ال ال في بنوقف الار في يعني بنوقف الاوبوزيت ليد من اساس طول عمري بقول عليك ذكيه طبعا وده اللي انا بعمله وده اللي انا عملته عشان اعمل منه الاسيجات الديمونستريشن اللي اوريها لكم لازم انت انا مثلا هتقولي بتعملي بروجرامينج ازاي هعمل لكم حلقه عن البروجرامينج لازم اشوف كل تشامبر الون من ناحيه السنسنج من ناحيه البيسنج لان ممكن مثلا الكورونري ساينس ليد يكون ناطط في الاتريم وبيديني اترال بيسنج وانا اقول يا سلام ودي من هنا بقى بنعرف مين شاطر ومين ايه مش شاطر من المهندسين بتوع الشركات لما اقول لي كله تمام انزل ابص الاقي لا مش كله تمام ده انت بتبص على كورونري ساينس ليد باترال بيسنج سيجنال مش ال في بيسنج من هنا دور الدكتور في مراجعه يعني في بلاد بره اللي بيعمل فولو اب ده النيرس او التكنيشن او الانجينير او الفني اللي شركه لكن الدكتور لازم يراجع ورا ويمضي التقرير بتاعه الكيس الثالث 60 year old male patient ex smoker chronic obstructive pulmonary disease renal impairment post CABG ischemic cardiomyopathy he improved after CRTD هو راح ركبه وجالك مركبه مش انت اللي اخترت بس كان هنشوف انديكيتد ولا لا ejection fraction اصبح 43% on optimal therapy هو optimal pharmacological therapy opt recurrent hospital admission because of decompensation بقول لك يا دكتور انا كنت مش كويس انا لسه بدخل مستشفى كل شويه دي morbidity optimization of the AV VV delay were done وفي حاجه اسمها the synchronous index اكيد زينب فاهمها كويس غيري كان كذا programmer showed انا اول حاجه بنقراها او ممكن يجي لك ريبورت من مع العيان ان عندك 74% باي في بيسنج بيكوز اوف فريكوينت بي في سي يعني البي في سي بتتحسن الجهاز بتوقف يبقى كده انت مش انت الهدف بتاعك 99 او 100% باي في بيسنج هولتر مونيتور لما عمل الهولتر مونيتور وتحلل كويس لقينا ان عنده 54% باي في بيسنج نراجع بقى الحاله ونشوف كان انديكيتد ولا لا يلا معايا صابر نائب باسم القلب هو الاي سي جي ساينس تاكيكارديا ماشي كلهم هيبقوا ساينس تاكيكارديا ليفت باندل برانش مورفولوجي ليفت باندل برانش بلوك طيب الاي ار اس كومبلكس في ليفت باندل ينطبق عليه الكرايتيريا فور امبلانتيشن ولا لا ينطبق عليه طيب يبقى اول حاجه العيان هيقول لك يا دكتور هم ركبوه لي كان المفروض يركبوه ولا لا كان المفروض انديكيتد فعلا ذات واز انديكيتد ليفت باندل برانش بلوك ار اس اكتر من 120 في فيرست جارد دكتور الفيرست ديجري مش داخل في الكراتين الساينس ريسب داخل لكن الفيرست ديجري لا لكن الفيرست ديجري بينفعني انا الفيرست ديجري بينفعني انا في البروجرامينج ليه لان بيسمح لي ان انا ااثر الاي في ديلي اللي هو التايم ما بين الاتريال ليد اللي هيحسه او هيبيس والبيسنج بتوع التو فينت خلي بالك العيان ده مش كومبليت هارت بلوك العيان ده عنده نيتيف كوندكشن لو انت عندك الاي في كوندكشن سريع يبقى انت محتاج تاثر الاف دي ليه عشان تضمن ان الليفت فينتكل خلي بالك الليفت فينتكل ده بعيد عن الاتر ليد ان الليفت فينتكل بتوصل له السيجنال ويكونتراكت في نفس الوقت ده اللي بنسميه بروجرامبل اي في ديلي اللي هي بي ار انترفل
ودي في منتهى الاهميه. لو العيان جايب برمجه الجهاز على 150 180 مثلا ومش شغال، ما تقولوش ايه ده ركبوا لك سيارته ومش فالح ومش نافع ومش لا، الايفي دي مش متظبطه للاسف. الفني سابها زي ما هي من غير ما احنا عامه بنحطها 110 سيست و120 او 130 بيست عشان نضمن انه شغال. وجود البي ار انترفال طوله دي تساعدك ان انت تضمن ان الكوندكشن هيبقى من خلال الجهاز. ماشي ركب بقى. مين اللي يلا يا صبر قولي بقى، العين هيقول لك في اللحظه دي يا دكتور هو شغال ولا مش شغال. هو مبدئيا الكومبلكس نيرف بالظبط. وايه تاني؟ الاكسس. الاكسس واحد واحد واي في ال نيجاتيف. ماشي. هو هو الاكسس ده بقى اوت اكسس بقى اوت اكسس الانتركيس الليفت. طيب واحد واي في ال شغال وفي 1 في 1 فيها ستارتنج ار يعني ال في 4 ار في بي سي بالظبط. طيب يبقى العيان هيقول لك يا دكتور ويل فانكشن بي سي. تمام. طب كويس قوي. عملت له بقى هولتر. الهولتر في ايه لما العين ايه اللي الهولتر مبريه لك هنا؟ ايه دي؟ انت قريت الهولتر وجالك الريبورت. الحته دي في الهولتر بتقول ايه؟ جهاز شغال ولا مش شغال؟ مش يا راجل مصطفى. شغال مظبوط. اي الحته الهولتر دي اللي احنا جاملين منها سامبل قال لك بي ويف سبايك كيور اس انال صح. طيب في الهولتر جاب لك التسجيل ده ايه ده؟ رانو فنتريكلر تاكيكارديا. وهي دي اللي بتحصل لعيان. مش كل شويه بيقول لك انا باخدش مستشفى بدي كومبنسيشن. بس هو مش مركب سي ار تي دي. مركب سي ار تي دي ماشي يعني هيتعامل معاه. لكن لو نون سستين ومش بتوفي العدد اللي مفروض الجهاز يشتغل عليه هيجي العيان بالبيتيشن هيحصل له دي كومبنسيشن فروم ريكورنت نون سستين فنتريكلر تاكيكارديا. الجهاز بالبروجرامر هيقراه بس انت عايز تشوف العيان هاو ماتش بتجيله وهو بيعمل اكتيفيتيز بتاعته. فيري جود. These are real cases of life. طب ده حلو. طيب. حلو ابليشن ميديكال تريتمنت فارماكولوجيكال تريتمنت انتنسيفيكيشن اوف انتي فيلير تريتمنت انتي اسكيميك تريتمنت. هو كان اسكيميك كارديومايوبسي اعتقد القصه. ثم لو حصل ان هو خد ريكرنت شوكس بالسي ار تي دي هي از كانديد فور 3 دي الكترون اندوميكال مابينج اند ابليشن اوف فيتي. لو ما خدش شوكس بس هو مشكلته البي في سيز عامله له ان هو مش لو البي في سيز سبب في ان الجهاز مش شغال بعد ما اديته فارماكولوجيكال تريتمنت ممكن تدخل تكوين. بس الكويه مش سهل. دكتوره زينب عبد السلام. طبعا بنقول يكون حد مرتب سي ار تي بي ومن الشخص هيتم ركب له سي ار تي. هذا السؤال سيتم اجابته في هذه اللحظه يا دكتوره زينب. يعني منشينا على السلايد ده. اول حاجه هنا امتى العيان يركب سي ار تي دي وامتى العيان يركب سي ار تي بي. العيان اللي هيركب سي ار تي دي اللي هو عنده لايف اكسبكتنس 7 في بلاد بره بيركبوا سي ار تي دي. احنا عندنا ساعات نبقى محدودين بالبادجت وبالقصه دي. فاول حاجه مين العيان اللي هيركب سي ار تي دي؟ لايف اكسبكتنس اكتر من سنه. ستيبل هارت فيلير ليها كلاس 2. اسكيميك هارت ديزيز لان الاسكيما معرض للفنتريكولا كارد اكتر. لو ان انترميديت ميديت ريسك سكور لاك اوف كوموربيديتيز. العيان الاخر اللي هيركب هتقول لا كفايه عليه سي ار تي بي. مين بقى؟ ادفانسد هارت فيلير وانت عارف ان هي الـ هيبقى فيه مورتاليتي عاليه. سيفير رينال انسفيشنسي اور دايلسيس يعني في كوموربيديتي عاليه جدا. اذر ميجر كوموربيديتيز ليفر سيل فيلير لوكيميا مالجنسي. ما تركبلوش بقى سي ار تي دي. فريليتي يعني هو فراجايل يعني كشكتك مش. وبعدين في ناس حسب السايكولوجيكال ابسيت بتاعهم ممكن ما نركبلهمش سي ار تي دي من ان هو يجيله ماني ويتجنن من الشوكس ومن التعامل مع الجهاز. هذا العيان اللي احنا شفنا النون سستيند فنتريكولار تاكيكارديا جرى له ايه بقى يا مصطفى؟ نون سستيند فنتريكولار تاكيكارديا بس يعني كلها في نفس الدايركشن يعني ليه كلهم زي بعض؟ عشان ده كودن باتن بتاع الفنتريكولار تاكيكارديا. هما برضو صفوها وراك يا أميري. كويس؟ لما جات له التاكيكارديا دي الجهاز اشتغل واداله ديس شوك ورجعه سانس. الكيس اللي بعدها معلش هو الايفيكت ده كان الاوريجن بتاع التاكيكارديا
حسب بتقول لك الاورجن بتاعتك كارد منين. اه مش عارف الانفيرور ليد نيجاتيف فمعنى كده ان هي انتير تمام وهي هي مش واخده شكل رايت او مش واخده شكل لا لا دي وي دونت نو الاجابه الصحيحه وي دونت نو دي فنتريك تاكي كارد اولموست بنتريك فلاتر كويس لكن هي ليفت باند لايت ممكن تكون من رايت فنتريكل ممكن تبقى من يعني هو فلاتر يعني الهارت ريت وصل ل 300 وهو فعلا كده وجميله فلاتر فنتريكا فلاتر وكلها كيو اس باتن في كل الاس جي وفي نفس الوقت ما فيش فيها مورفولوجي يا اما جايه من الرايت فنتريكل يا اما جايه من السيبتم السيبتم يعمل كده الرايت فنتريكل يعمل كده طيب ده 66 year old male ischemic cardiomyopathy VT patient خد CRTD وبعد ما ركبه no improvement. مين عايز يجاوب؟ انا عندي الاكسس هنا اولا ده بعد التركيب ده بعد التركيب وما فيش improvement خالص في العلاج صح؟ وفي الاكسس positive في lead 1 طب العين هيجي لك في العياده هيقول لك الدكتوره زينب يا ترى الجهاز شغال؟ لا برافو الجهاز مش شغال في كلينيكال فايندينج هنا في الاي سي جي الدكتوره ايه عرفتها؟ ان هو فيبريليتنج بالظبط هذا المريض جاله اتر فيبريليشن وعلى الكوندكشن بتاعه وعشان كده الجهاز وقف طيب جينا بقى هنا الانديكيشن سي ار تي ان اتر فيبريليشن اول حاجه ايجكشن فراكشن عينين الاي اف كلاس 2 اي انديكيشن كلاس 2 اي انديكيشن ايجكشن فراكشن اقل من 35% ومعاه اي اف امتى بقى عينين الاي اف ده هيركب سي ار تي لما يكون ايجكشن فراكشن اقل من 35% في بريكويزيتس وما هياش كلاس 1 البريكويزيتس لو هو هيحتاج فنتريكولار بيسنج كويس يعني هو هيبقى permanently pacing لسبب عنده evenodal disease complete heart block مثلا ولا معاها او حاجة او انا هعمل له evenodal ablation واجيب له الهارت بلوك دي يوم السي ار تي هيشتغل مني احنا شفنا العين اول ما جه اف الجهاز وقف الكوندكشن اسرع من الجهاز مش هيفولو كويس وبعدين مين العيان الاخر كاتيجوري هيحتاج سي ار تي ايجكشن عيان ايجكشن فراكشن اقل من 35% وهيبقى بيس ميكر ديبندنت يعني اكتر من 40% اون اوبتيميتيك كاتيجوري يعني عيان مركب بيس ميكر خلاص زي مثلا جالنا كده والعيان ده عملت له ايجكشن فراكشن دوال تشامبر بيس ميكر والعيان ده ايجكشن فراكشن بتاعه لقيته اقل من 35% وار في بيسنج ديبندنت العيان ده هتغير له البطاريه هتحط له دوال تشامبر بيس ميكر زيه ولا هتابجريد تو سي ار تي بي اكيد ابجريد سي ار تي بي لانه هو 100% رايت فنتريكولار بيسنج مش هينفع مع ايجكشن فراكشن 35% طب هما ليه حاطين نفس السؤال يعني قصدي يعني احنا بنقول يعني مش الريستور الاي في سينكرون هم حاسينها كلاس 2 لان احنا هنا هنعمل باي فنتريكولار بيسنج بس مش هنعمل ريستوريشن للاي في سينكروني لا في اني حاله في اني حاله في الاي اف عموما اولا عيان الاي اف انت بتلغي في وظيفه الاترم خالص انت هتحط يعني هتقفل الاي في نود هتفصل الكونكشن اوكي لا انا بتكلم عن الاي اف عموما هما ليه حاطين الانديكيشن كلاس 2 في الاي اف في العيانين كلهم هي قصه الكلاس ما لهاش علاقه بالنتيجه هي اتعمل عليه راندومايزد يعني ان انا اخد حاجه كلاس 1 او كلاس 2 ده يعتمد على اتعمل عليه مالتي راندومايزد ترايل ولا سنجل تمام ولا ده اكسبرت كونسنس بس فده اللي يحدد ده بلس 1 ولا 2 ولا ماشي العيان بقى اللي احنا شفناه ده البلان كان ريزامبشن اوف سايرس ريزن وسي ار تي دي لازم يشتغل ونديله ماريفان طبعا اور انتكاجيشن از مانداتوري يعني ات از شاد سكور عالي لان فيه هارت فيلير و وريد كنترول بماريفان بقصدي ببيزوبرول وديجوكسين و قررنا ان احنا هنفولو هيم
اون كور ذا روم عشان نحاول ان احنا نرجعه ساينسيزم عشان الجهاز يشتغل بكفاءه. اللي حصل بعد 3 اسابيع ليفت انتر ثرومبس باي تي اي واز ديتكتد, ما قدرناش نعمل له الكتيف كارد فيجن. لكن كويس جالنا بعد 3 اسابيع من الادويه اللي احنا قلناها دي بيتا بلوكر ولانوكسين وكوردارون بالاي سي جي ده, مصطفى از ات وركينج؟ نفس العيان هو اكسل هو نيجاتيف 1.8 بس الكومبلكس از ستيل وايت. معلش بس 46 دلوقتي هتلاقيها. سوري 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 سوري, اسفه. شفت هنا, شفت في 1 في ايه دي, ايه دي السبايك بتاع البيس ميكر موجوده في مظبوط. وبعدين زي ما الدكتور نورين لقطتها نيجاتيف ريد 1 واي في ال كويس. دي في 1 اهي, اسفه في 1 فيها ايه؟ فيها ار, فيها ار بس الكومبلكس هنا ستيل واي كيو ار اكس 172 ماشي مليزيزي. ما هو انت ما قلنا مش بالضروره ان انت بالباي في بيسنج ان انت هتحصل وايدر او نارور, وكمان كمان ساعات ما بيبقاش بال مش فارقه. يبقى احنا اتفقنا كلنا ان الجهاز شغال صح. طيب السؤال الثاني از هي باك تو ساينس ريز؟ مظبوطه يا دكتوره زينب, هي از نوت باك. اوكي برافو يا زينب. طب هاو كان اي كونفيرم ذس؟ طبعا انا اي هاف ماي اون تكنيك اللي هو ده, اجيب البروجرامر بحط العيان عليه واقرا الانترا كاردياك سيجنال بتاعته كويس. الانترا كاردياك سيجنال بتبان لي هنا, ده سيرفس اي سي جي من العيان وصلها على الاي سي جي, وده جاي من البروجرامر اللي محطوط على صدره, ودي الاترا شانل ودي الار في شانل ودي ال في شانل كويس اللي احنا شايفينه هنا. دكتوره نورين ده الاترا شانل از هي باك تو ساينس ريزم؟ دكتوره نورين عكاش ايه ده شكله؟ لا ده الاترا, دي الاترا شانل. هل دي تمشي مقام البي ويف؟ اذا نو اذا نو حلو قوي ريجولر فتبقى اتري فيبليشن بالظبط. اكسلنت بالظبط. اذا الكومبلكس لما ان احنا قلنا احنا ما هو حلو جدا ده اللي انا عايز اقوله لكم. احنا دلوقتي ادينا فارماكولوجيكال تريتمنت, عملنا فارماكولوجيكال ايفينود ابليشن عشان كده الفيلم شغال بالسي ار تي بتاعنا, انما الاتريوم ده شغال لوحده بالظبط. انا استغنيت عن الاتريوم لان الاي اف بتاعه مش راضي يرجع ومش قادر اديله دي شوك ومش قادر ارجع. كلها ويفز يس فايبلات ويفز دي الاف ويفز اللي انت بتشوفيها في الاي سي جي فروم انترا كارديك سيجنال. طب دكتوره الاف ويفز دي هل هي هتعرقل لي الشغل بتاع السي ار تي؟ This is an excellent question. امتى بقى؟ لا لو الكوندكشن, لو العيان بطل ادويه والكوندكشن رجع في الحاله دي خلاص نزلت في الاي في وده اللي احنا بنقول بالظبط. طول ما الاي في نود ده بلوك يبقى احنا في السيرفس. الحمد لله كلكم لقيتوا في السيرفس 100. طيب الليتست جايد لاينز 2012 بتقول اللي احنا لسه قايلينها ان الاي اف ان سي ار تي في عينين الاي اف كلاس 2 اي انديكيشن لو هو ريكوايرنج فنتريكولار بيسنج تيجي اي في بلوك مثلا او ميت سي ار تي كرايتيريا اند او انت هتقدر تعمله اللي احنا عملناه ده انك تخليه 100% بيست تمام. وطبعا الثانيه الايه بالنسبه للبيس ميكر قلناها قبل كده كيس 5. هو انا الاي في نود ابليشن دي حاجه صعبه يعني هي خالص سمثينج ديفيكولت فبلي يعني مش اسهل من ان انا ادي فارماكولوجيكال تريتمنت وابقى عارفه العيان هيتابع عليها او لا؟ مش اسهل ان انا ادخله واكوي الاي في نود دي وابوظها وخلاص؟ بالظبط. دي 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 ليها تو رد حسن. اول حاجه ان انا في الاي في نود ابليشن دي اند انجيز يعني بالظبط ممكن يبقى فيه كومبليكيشن لوكال كومبليكيشن غير الميز مش معناها ان انا الفارماكولوجيكال بيبقى ممكن تبقى ريفرسبل يعني ممكن عندي ارجع ساينس في وقت من الاوقات وبقى مع كوتشنج بالميديكيشن. هي المشكله انا هقول لك كمان في حاجه يا دكتور نيشن صار بين نون كومبلاينس بتاع العيانين ما بيبقاش قوي قوي خاصه لو كان اكثر من نوع من الادويه وهو اوريدي عنده هارت فيلر فاوريدي بياخد بانش اوف ميديكيشنز فلما نزود له اعداد الادويه عاده يعني فروم اور اكسبيرينس العيان لما بيبقى ادويه كتيره قوي الكومبلاينس بتاعه بيبقى قليل ودي حاجه بالنسبه له اكستريملي امبورتنت.
هي المشكله في ايه؟ ان انت العيان السي ار تي نظريا حصل له فيس ميكر انفكشن هتضطر تشيليه. لو انت عامله ايه نود ابليشن هتضطر تشيليه وتحطي تمبل بيسنج عليه لحد ما الانفكشن تروح. من هنا بياتي التردد من ناحيه المريض اللي بتفهميه. انا هكملك الايفي نود وهيودي على كونسنت. في عيان لحد ما نام على الترابيزه رجع في كلامه بعد ما ده كونسنت قال لا انا مش عايز. اول احساسه ان انا حياتي او الكوندكشن بتاعي هيعتمد على الجهاز مش الهارت فيلير بس، لانك انت بتشرح العيان هتعمله ايه، فبالتالي بيرفض. وكطبيب انت خايفه ان مثلا ايه ليد فراكشن فيسنس مال فانكشن انفكشن عدونا لابد ان فيسنس انفكشن ممكن في ليد انفكشن بتحصل. فبالتالي يعني ايه انك تحولي الى فيس ميكر ديبندنت بيشنت من هنا بياتي الحرج. طيب دي انذر كيس. بيتا بلوكر بيتا بلوكر لانوكسين لا مش ستالون بيتا بلوكر لانوكسين كوردرون. حتى كوردرون مش بنستعمله بس عندنا بس ثلاثة مع بعض ممكن الثلاثه مع بعض. ممكن طيب الدوز. طبعا الدوز. طبعا بتريت الدوز وبعدين انت ما بتخافيش من براديكارديا ولا اي حاجه لانك اوريدي حاطه البيس ميكر وده هدفك. التارجت بتاعك البراديكارديا. اوكي ذس از ان فيري نايس كيس. ده في الامرجنسي روم واحد مركب جهاز وجاي بيقول واتخبط بعربيه وفراكشر فيمر وهيطلع عمليات وجايب الاي سي جي ده اللي احنا شايفينه هنا. ثانية واحدة نخش على الاي سي جي اهو. حد مين حسب هقول لك بقيه الهيستوري بالظبط. هو فايبريليتنج وقال لك بس انا يا دكتور وفي يعني السبايكس ما هياش في كل بعض بالظبط بالظبط. وبعدين واحد ويفي قال دول ما هماش ما هم بوزيتيف ما هماش نيجاتيف. اهي واحد واي في ال ادي واحد وادي اي في ال بوزيتيف وفي في بعض الاحيان في سبايك انفريكوينت في سبايك وده بالظبط. ده عيان هايبرتروفيك كارديوميوباثي تحول الى دايليتد كارديوميوباثي وركب السي ار تي دي وهو اوريدي في بيرمنت اي اف وجاي مع الانزايتي ومع الاسترس والتروما والبين دخل في كده خلاص. بعد ما دول السيديشن وهدي بقى ايه يا نرين؟ شوف المنظر بقى ايه؟ شفت الفلاتر ممكن بقى بيسجل فيبريليشن هو فيبريليشن السبايكس موجوده مع كل كومبلكس تمام. هل بقى دلوقتي الجهاز بقى شغال كويس ولا لا؟ السؤال التخدير هيسالك. لا شغال كويس. بصي اهو واحد نيجاتيف بس اي في ال مش نيجاتيف مش لا في ستارتنج نيجاتيف اهي ستارتنج نيجاتيف ادي واحد نيجاتيف واي في ال ستارتنج نيجاتيف. بصي في 1 بصي في 1 بصي كومبلكس كومبلكسات نار وهي نار وابرايت وادي السبايكات اهي وادي الاتر فيبريليشن بتاعه اهو صح. يعني وارد مع الانكسايتي ان الجهاز ما يشتغلش كويس طبعا عشان الهيرت هيزيد. دي مشكله الاتر فيبريليشن كده. اخر كيس وهنختم بيها 34 year female postpartum cardiomyopathy ejection fraction less than 35% CRTP was implanted with improvement of her general condition وهي class بقت 2 post CRT و ejection fraction زاد بقى 42% و optimized AV و VV delay. طبعا الايكو معانا بياخدوا البروجرامر بيجي معاها الفني بتشتغل على الAV والVV delay وفي كونسنسس كده ان احنا بنعمل الليفت فنتيكولار بيسنج قبل الرايت فنتيكولار بيسنج ماينس 20 ملي سكند والاف دي ده تقريبا يعني في اول امبلانتيشن وبعدين بنبعته فور اوبتمايزيشن بعد شهر بعد شهرين ممكن كل 6 مانس او كل سنه عشان نحصل على الماكسيمم بينيفيت. والماكسيمم بينيفيت ده متقاس بالايكو والتيشو دوبلر ليه دور كبير جدا في هذا الامر. طيب but the patient also complaining of recurrent attacks of dizziness. ست مش مستريحه 34 سنه ولما قريناها بالبروجرامر لان البروجرامر بيقول ايه 99% بيسنج والهولتر مونيتور برضو قال نفس القصه ان الهولتر ممكن توست اب ان انت تقول له ده بيسنج يقوم يعدهولك تمام. طيب ماشي
جبنا بقى الهولتر عملنا له بقى ايه ثارو اناليسيس مع السيمتومز. طيب اول حته دي از ات وركينج مصطفى الجزء الصغنن ده وركينج في سبايك بيفور كومبلكس اهو. وحتى لو خدت بالك ان الهولتر هنا بيعلم لك يقول لك ده بيسنج الهولتر نفسه بيعلمك انت علمته من الاول بالموديول الاولاني اللي بتستخدمها السامبل. طيب الست اها ايه اللي حصل بقى لما جينا رجعنا البروجرامبل بارامترز بتاعتها العيان بيتحط على upper tracking rate يعني لما يقول له ايه الشاب ده او الراجل ده لما يجري اعتبر ان الماكسيمم بتاعه 140 لو انت عملتها على 120 لما يجي 140 الجهاز ما داز نوت فول. فبالتالي هو ده كان حصل للست دي ان هي كانت الابر بروجرامبل او الابر تراكنج ريت كان اقل من الـ من الـ من اللي هي بتعمله في حياتها فالجهاز وقت كده فبتجيلها سنس. السي ار تي بيشنت از فيري سنسيتيف اول ما السي ار تي بيقف ممكن العيان يتدهور يعني في بيقال ان هو بيفضل افكت شويه بقى في بيقال لا يعني اخر قصه دي ست قبل ما ندخل في حاجه جديده معلش عشان انا مش من عندكم يعني الفرق بين البي والدي معلش اشرحها لي يا زينب البي بيسنج دي ديفايبريتر يعني البي بيسنج اقل من من الديفايبريتر والبي ده اللي هو العادي يعني احنا لما سي ار تي هو يعني هو سي ار تي بي اكشوالي هو سي ار تي بي وده بيحط عليه على الكوست بتاعه قد ايه السي ار تي بي ب 30000 السي ار تي دي ب 100000 70000 فرق بسيط. التامين الصحي بيدعم السي ار تي بي لك ما بيدعمش السي ار تي بي. دكتور مرنت معلش يعني الحاله اللي فاتت دي كان الاحسن ان احنا نقلل الاي تي لا نزوده مش نقلله يعني مشكلتها انه الفانتشر دازنت فولو الاي تي ما خلاص الجهاز بيحط ارقام في دماغه وبيفولو ما بيشتغلش خالص ولا بيبقى انهبيتد خلاص المفروض احنا نزود الاكتيفيتي بتاع الدازنت. طيب يبقى احنا واحنا بنركب السي ار تي سواء بي او دي في عيان صغير في السن برفع له الابر ليميت ما خليهوش على ال 110 او 120 اللي انا بحطها للناس الكبار بالظبط بس ده هيجري وهيلعب وهيتحرك وده كمان بيدخل في البروجرامنج اوف ذا اي سي دي في تي ديتكشن عشان نمنع ان ابروبريت شوكس مع ساينس تاكيكارديا بالظبط ودي مشكله كبيره جدا في الاطفال يعني الطفل الفي تي مثلا ديتكشن نخليها فوق ال 180 ما اقدرش اسيبه عادي يعني ان ابروبريت شوكس وده طبعا مهم قوي عشان كده مش اي حد يبرمج يعني ايمان ركبت عشان دايليتد كارديوميوباثي وده الاي سي جي بتاعها ها مين هيجاوب زين هنا في سبايكس موجوده حلو ماشي وعندي نيجاتيف انيشال نيجاتيف في ليد 1 واي في ال تمام وفي 1 في كومبلكس مش فيها اراد اهي في 1 فيها اراد بس هي فيها ار اصلا الكومبلكس مش وايد تمام طيب ايه بقى عندنا هنا ساينس ساينس يبقى الجهاز شغال صح طيب الديتيريشن بتاعها كان من كوموربيديتي ان طلع عندها مايلويد لوكيميا انيميا سيفير انيميا والايرون ديفيشنسي انيميا دي في اخر المؤتمرات ليها كاتيجوري كبير جدا مع الهارت فيلير اوكي ذات واز ذا لاست كيس واحنا وي ريفايز ميني كيسز اوف سي ار تي فولو اب انديكيشن فولو اب اند هاو تو يعني تو كير فور يور سي ار تي بيشنت من غير ما تقول له لا يا عم انت مركب جهاز ما انا مش مصلحتك معايا. دكتوره ميرفت ابو المعاطي استاذ امراض القلب تبع الشمس مع مجموعه رعايه تخصصي مشكور السلام عليكم. لا دكتورة مربط جميل.